لم يكتف العسكريون المتقاعدون بتقطيع أوصال العاصمة اللبنانية بيروت، بل أحرقوا الإطارات تأكيداً على رفضهم قبول النواب الذين يتابعون درس الموازنة العامة إمكان تقليص تقديماتهم. البلد طلعت بلا رئيس سنتين وبلا حكومة 6 أشهر، خلونا يا خي يحملونا بس 4 ساعات سكرنا الطريق، فنحن جينا لهون بس لنطالب كرمال حقوقنا. هيدي الطبقة الفاسدة هي وصلتنا لهيدي المرحلة. نحن بعضونا بوعود كتير، كلها وعود حطوها بشرور. يعترض المتقاعدون على إخضاع رواتبهم لضريبة الدخل واقتطاع 3% منها بدل استشفاء، وتشمل مطالبهم من هم في الخدمة الفعلية، إذ سيمنع على هؤلاء الإحالة المبكرة على التقاعد لمدة 3 سنوات يتم في خلالها تجميد التوظيف. والأبرز هو الاعتراض على خفض النفقات والتجهيزات الفنية للعسكر، والذي يشكل باباً واسعاً للمدخول. الموازنة الآن ليست هي موازنة أموال فقط، هي موازنة تركيع للجيش وللبنان. لن نقبل بأن يكون الجيش دليلاً، الجيش تاج رأس الوطن والمواطنين. ومعلوم أن عدد المتقاعدين العسكريين يبلغ حوالي 70,000 من بين حوالي 95,000 متقاعد في لبنان. قطع الطرق بالإطارات المشتعلة يعكس تصميم العسكريين المتقاعدين على المضي قدماً بالتحركات التصعيدية التي يعيدون بالمزيد منها، ما يبقي الكباش قائماً حول الموازنة وما يمكن أن تحققه في تخفيض العجز. يرى خبراء أن ثمة إصلاحات لا يمكن التخلي عنها، فقد تكبدت الخزينة حوالي 120 مليون دولار السنة الماضية نتيجة إحالة 170 عميداً على التقاعد، والرقم مرشح للتكرار في حال لم تمدد سنوات الخدمة لكبار الضباط. هذه إجراءات ضرورية وإصلاحية، لكن ممكن أن السلطات التنفيذية تشوف على أن الرزمة المتكاملة أنه كبيرة تكون دفعة واحدة، أن يتم تأجيل بعدها للسنوات القادمة. وإذا في العام 2020 شفت الدولة على أنه الأوضاع المالية العامة تحسنت، في إمكانية هالإجراءات اللي هي مؤقتة على 3 سنوات أن تعيد النظر فيها. بين الشارع والبرلمان يستمر كباش الموازنة على وقع خشية جدية من الانهيار المالي. كلودي أبي حنا، الغد، بيروت.